سمعنا الألحان النهاردة من شباب كنيسة ماري مينا ببني مزار إبارشية حضر عندنا اليوم الآباء الرهبان من إريتريا وبعض الناس من كندا ومن سويسرا ومن أرمينيا ومن أثيوبيا و16 واحد من أمريكا من الجامعة الأمريكية. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيقول آدم مات موتا روحيا أما المسيح فمات موتا جسديا، فما العلاقة التي بينهم؟ آدم مات أيضا موتا جسديا، عاش 930 سنة ومات، وجي خبر موته في التكوين إصحاح 5، ومات روحيا بالخطية لكن بالتوبة كان ميتا فعاش. أما المسيح فمات بدلا عنه الموت الذي كان يستحق آدم، الموت الأبدي الذي لا نهاية له، فالمسيح بموته أعطى كفارة غير محدودة. واحد بيقول أرجو منك حلا، علمني كيف أمتنع عن التدخين، جربت جميع الطرق ولم أفلح نهائيا ولي اشتهاء أن أتقدم للتناول. حكاية التدخين لازم تغصب على نفسك مهما حصل، تقاوم مهما حصل، يعني هتمتنع عن التسخين، يجي لك رغبة انك تشرب سيجارة اقول مش شارب، طب هدوخ، هدوخ ومش شارب، طب هموت، موت وما انتش شارب، مش هتموت يعني بجد، وتغصب على نفسك بقوة وبعنف، طب طيل السجاير عايز رجالة، يعني عارف يعني ايه عايز رجالة؟ خليك شديد وقوي وقول مش شارب تاني، مهما حوربت. وبعدين جايز تقول انا بشرب سيجارة عشان احل مشكلة، السيجارة مش هتحل لك مشكلة، ممكن تحط حاجة في بقك وتلعب فيها باستمرار زي البعض ما بيلعب حاجة في بقه، بيحط له ملبساية، بيحط له لبانة، بيحط له اي حاجة، المهم عايز بقك يلعب يلعب. لو ما قدرتش واضطررت انك تشرب سيجارة وبخ نفسك عليها او خد منها نفس وارميها ودوس عليها وما تكملهاش، المهم قاوم نفسك، المهم ايه؟ قاوم نفسك. الشيطان هيحاربك، قول لازم انتصر على الشيطان. ده انا اعرف شخص مرة قال لي زمان يعني من قيمة مش عارف 20-30 سنة، قال لي انه بعد 30 سنة قدر يبطل سجاير، يعني مع انها عادة قعدت مدة طويلة لكن قدر يبطلها. عايزة عزيمة قوية وعايزة صلاة تقول يا رب ساعدني، وكل ما يجي لك رغبة تشرب سجارة قول طب نأجلها كمان ساعة، طب نأجلها ساعتين، طب نأجلها النهاردة، طب نأجلها بكرة، واقعد حايل في روحك. واحد بيقول واحد او جايز واحدة، هل من الممكن ان خادمة اتجوزت من شخص غير ارثوذكس وتم زواجها في الكنيسة التانية بسبب عائلة الزوج انه لابد تتبع زوجها، تتبع زوجها في عقيدة غير عقيدتها مش صح؟ وبعدين بيقولوا بعد الزواج انضمت مرة أخرى للكنيسة الأرثوذكسية بعد اعتماد الزوج وعمل إكليل أرثوذكسي. اعتماد الزوج يعني إنه تعمد يعني ولا إيه؟
وفي أثناء هذه الفترة حرمت من الخدمة وهي الآن تريد الرجوع للخدمة، أم لابد يعطى لها عقاب لتكون عبرة لبقية الخادمات؟ طبعا مفروض تمتنع عن الخدمة مدة وبعدين تشرح لي بالظبط ايه اللي حصل وازاي اتعمدت أرثوذكسي، لكن لازم برضو تمتنع عن الخدمة مدة لان هي بقت عثرة للاخرين. واحد بيقول افكر في الارتباط بانسانة اعتقد انها مناسبة لي في كثير من الامور الرئيسية الهامة، الا انني اكبر منها بحوالي 13 عاما، فانا في 34 وهي في 21. بماذا تنصح؟ ان كانت هي موافقة ما فيش معنى. واحد بيقول الشيطان كان ملاك وسقط في خطية الكبرياء، فكيف سقط وأخطأ وهو ملاك؟ الملاك كائن روحاني بار ولكنه حر الإرادة، وحرية الإرادة يعني ممكن يخطئ وممكن يصيب، فنتيجة حرية الإرادة بيقدر يشغل مخه أو قلبه زي ما هو عايز، فسقط نتيجة حرية الإرادة المعطاة له ونتيجة شهوة العظمة. الملائكة اختبروا، فالذين نجحوا فيهم في الاختبار كللوا بإكليل البر وأصبحوا لا يخطئون في المستقبل. كذلك احنا بنجتاز على الارض فترة اختبار، لما ننجح فيها في السماء لا نعود نخطئ مرة اخرى زي الملائكة، لكن في الاول كانت فيه حرية ارادة. واحد بيقول بدأت قداسة تفسر أشخاص في الكتاب المقدس، يا ريت تكلمنا عن بلعام ابن بعوض وقصته إن شاء الله في مرة مقبلة. واحد بيسأل بيقول ما تفسير الآية من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في الكل؟ ما هو الإنسان لما يهلك مش ضروري يكون أخطأ في جميع الخطايا، يعني مش ضروري تكون كسرت جميع الوصايا علشان نفسك تضيع، ممكن خطية واحدة فقط تضيع الإنسان وكأنه أخطأ في الكل. خطية واحدة تضيع الإنسان، زي تلميذ مثلا يسقط في مادة واحدة في الامتحان أهو معتبر ساقط، مش ضروري يسقط في جميع المواد. واحد بيقول أنا في الصف الثاني التجاري، طموحاتي إن أكون كاهن، ممكن أن أدخل الكلية الإكليركية بدبلوم تجارة؟ الكهنوت مش طموحات، الكهنوت خدمة للآخرين ومحبة للناس وبناء للملكوت. فإن كنت ليك نفس إنك تبقى كاهن ابتدي اخدم، ابتدي اخدم وأبذل نفسك في الخدمة، مش علشان تبقى كاهن، عشان محبتك لربنا والناس. فلما ربنا يلاقيك انك انت بتحبه وبتحب ملكوته وبتحب الناس يوفقك في حكاية الكهنوت اذا وافقت مشيئته الالهية على ذلك. واحد من نجا حمادي بيقول ان ابوه عمره 82 سنة ولم يتناول طيلة هذا العمر،
وكنت بيقول وكنت في زيارة له واتكلمت معه بخصوص التناول والاعتراف فوافق، وفي اليوم المحدد للذهاب رفض الذهاب للكنيسة وذهبت لوحدي للكنيسة في المركز. في المركز يعني هو في قرية والكنيسة في المركز. وبعد انتهاء القداس تكلمت مع أبونا كاهن الكنيسة إلى آخر، لو تبعت لي اسم والدك أنا أكلمهم وأقول لهم يروحوا يزوروه ويفتقدوا. ابعت لي اسم والدك والقرية اللي هو فيه. وبرضو تلح على والدك مرة أخرى. تلح على والدك مرة أخرى. وإلى أي شيء يرمز تبخير الكاهن فوق المسبح والتبخير أمام الأيقونات وأيضا التبخير حول الشعب، ما المعنى الروحي من رش المياه على الشباب؟ طب سؤال تاني. البخور نوع من العبادة ويرمز للصلاة، ولذلك قيل في سفر الرؤيا إن البخور ده زي صلوات القديسين، زي ما البخور يصعد لفوق كده كذلك صلوات القديسين بترتفع إلى فوق. وكل ما الناس يبصوا للبخور وهو بيرتفع تتجه أنظارهم إلى فوق إلى السماء، وبعد ما يطلع لفوق تبص ما تلاقيهوش كأنه وصل ودخل لهنا. تجي بدر كده ليه؟ زمان كان في مذبح اسمه مذبح البخور، يعني يعتبر البخور كأنه ذبيحة مقدمة إلى الله، وكان دايما البخور رائحته عطرة، يقول بخور عطر، رمز إلى الصلوات اللي تكون رائحتها زكية أمام الله. وفي سفر الرؤيا 24 قسيس كان عندهم مجامر من ذهب يتوضع فيها بخور يصعد لفوق اللي هو صلوات القديسين. الكاهن بيلف حوالين المذبح على اعتبار ان صلواتنا هي حول هذه الذبيحة وان بيها بتقبل صلواتنا. كما ان لما الكاهن بيمر بالإنجيل حوالين المذبح إشارة إلى انتشار الإنجيل في المسكونة كلها. الكاهن بيبخر أمام الأيقونات، يعني كأنه بيطلب أن صلوات القديسين تكون موجودة معاه ويصلوا من أجلنا ويرفع صلوات الناس كرائحة بخور مع صلوات القديسين، أو صلوات القديسين يصلوا معنا. بيبخر في الشعب الناحيتين، ناحية بركة البخور وناحية صلواتهم تنضم إلى رائحة البخور أو صلواتهم تكون كرائحة بخور. زمان أو حقائق في بعض أوقات كنت تلاقوا في جمعة كبيرة مثلا في يوم خميس الأحد أو في أسبوع الألم، أسبوع الألم ما عندناش بخور غير يوم خميس العهد وصباح سبت النور. كان ياخدوا الناس أشياء من البخور ويحطوها، ياخدها الكاهن ويصلي عليه ويحطها في الشرب، يعني واحد ماسك شوية بخور وبيقول صلواته فيها وبعدين يديها للكاهن والكاهن يحطها في الشرية على اعتبار الصلوات دي تصعد إلى الله كرائحة بخور. هو المسائل اللي زي البخور تورينا أن حواس الإنسان بتشترك مع قلبه. مش كل الناس اللي في الكنيسة
حكماء وفلاسفة وعلماء ويكتفوا بعقلهم، برضو الحواس بتشترك مع الناس اللي بيفهموا الحواس. يبص يلاقي رائحة طيبة وطلع لفوق، رائحة طيبة من البخور وطلع لفوق، يفتكر ان الصلاة بهذا الشكل. فأخذ الصلوات الناس لكي يجمعها ويقدمها لله عن طريق البخور، وأيضا مباركة الناس بالبخور. عشان كده بيجي في بخور البولس يقول بركة بخور البولس تكون مع جميعكم، بركة بخور الإبراكسيس تكون مع جميعكم. ونلاحظ أن كل صلاة من الصلوات أو كل أوشية من الأوشيات بنقولها مع رفع البخور. يعني بنصلي أوشية الراقدين ونرفع بخور، والكاهن ماسك الشرية، أوشية المرضى بنقولها والكاهن ماسك الشرية على طول كده. يعني معناها ان الصلوات اللي بنصليها ترتفع الى الله كرائحة بخور. شوفوا في بعض ايات اقراها لكم من سفر الرؤيا في هذا الموضوع. شوفوا بيقول ايه سفر الرؤيا اصحاح 8 من آية 3: وجاء ملاك آخر ووقف عند المسبح ومعه مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مسبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. وتلاقي موجود الكلام ده برضو في سفر الرؤيا بالنسبة للأسس 24. سفر الرؤيا إصحاح 5 آية 8: ولما أخذ السفر خرت الأربعة حيوانات والأربعة والعشرون قسيسا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين. فالبخور رمز لصلوات القديسين، إنها تصعد كرائحة بخور أمام الله. حاجة تاني في البخور تعطي فكرة على ازاي ان الانسان يقدم نفسه هو نفسه كرائحة بخور امام الله. تلاقي حبة البخور اللي هي اللبان مثلا تتحط في الشرية في المجمرة وتظل تعطي رائحة الى ان تنتهي تماما، يعني تبذل ذاتها تماما لكي تعطي رائحة بخور زكية أمام الله والناس. فالإنسان لما يشوف دي يفتكر كيف يبذل ذاته وكيف تكون ذاته رائحة بخور زكي صاعدة أمام الله، تلتهب في نيران التجارب والتعب أو حتى في نيران المحبة الإلهية ونتيجة الحب اللي بيلتهب في قلبه والغيرة اللي بتلتهب في قلبه والتجارب اللي بتحيط به، يذوب شيئا فشيئا إلى أن يرتفع إلى الله كرائحة بخور. نكتفي في السؤال دلوقتي. واحد بيقول بسبب مرضي بشد عضلي نصحني الأطباء بضرورة تناول كوب من اللبن لتعويض نقص الكالسيوم في حالتي، فهل يجوز لي أني أتناول كوب اللبن مع استمرار صيامي؟ دي بنت. هو ساعات بيصبح للحوامل في فترات معينة أنهم ياخدوا تركيبات من الكالسيوم علشان أولادهم، لكن حاليا
في مصادر للكالسيوم غير اللبن، يعني تقدري تروح الاكزخانة يديك قرص كالسيوم فوار، في علبة تلاقيها كالسيوم ساندوس، تحط القرص تديك 1000 ملي جرام كالسيوم، يعني مهما خدت من لبن ولا تنك لبن يديك الكالسيوم اللي موجود. لكن طبعا القرص الكالسيوم مش لذيذ زي اللبن، فاذا كنت انت بتدوري على لذة اللبن من اجل الكالسيوم موجودة، ليه مصادره الكثيرة. وفي كتير من الفاكهة والنباتات موجود فيها كالسيوم. طبعا اللي يعرفوا في الحاجات دي كويس هم خريجوا الزراعة اكتر من خريجوا الطب، او بتوع معهد التغذية اكتر من بتوع الطب. عندي كتاب كبير كده اسمه الغذاء لا الدواء، الغذاء لا الدواء، كاتبين فيه اسماء جميع النباتات والفاكهه والبقول وكله، وفي كل واحد منهم ايه الفيتامينز اللي موجوده فيه وايه المينرالز اللي موجوده فيه، اذا كان في كالسيوم مكتوب كالسيوم. فياريت تاخدي الخضروات والفاكهه اللي فيها كالسيوم وتاخد قرص كالسيوم، وده ينفعك اكتر من اللبن، ينفعك اكتر من اللبن. ان كنت في حاله خطيره جدا وعايزه كالسيوم اكتر، في حقن كالسيوم، لما تاخدوا حقنة من دول تحرمي تقولي اشرب كوباية لبن بعد كده. بس على فكرة كنصيحة، حقنة الكالسيوم بتتاخد في العرق، ويشترط انها تعطى ببطء شديد، لو اعطيت بسرعة تبص تلاقي هبوط غير للانسان ويمكن يجرى له حاجة، لابد تتاخد ببطء 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 لغايه لما تنتهي حقنه الكالسيوم. فتاخدي اقراص، تاخدي حقن، تاخدي فاكهه، تاخدي خضار، تاخدي على خاطرك. لكن كون ان انا حلك تشربي لبن في الصيام الكبير ده مش ممكن. واحد بيقول تم اختياري للخدمة في مدارس الأحد إلا أنني بالرغم من تحضيري الجيد للدرس أجد نفسي عندما أقف لألقي الدرس لا أعرف ماذا أقول وأشعر بخجل. هتاخد على كده في الأول يعني جايز تضطرب، لكن بعد كده هتاخد على كده. كمان خلي معاك كراسة تحضير، إن لقيت نفسك ابتديت تنسى تبص في الكراسة، فما سبب ذلك؟ حاجة جديدة عليك، وجايز بطبيعتك في حاجة من نوع ده. هل أواصل الخدمة أم أتوقف؟ لا تواصل، لأنك لو توقفت هتجيلك عقدة، عقدة الخوف. واحد بيقول ما الفرق بين الآباء السواح الذين أولهم الأنبابولة أول السواح، وبين الآباء المتوحدين الذين يرأسهم القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين؟ هو القديس الأنبا شنودة اسمه أرش من ندريت، رئيس متوحدين يعني رئيس رهبان، من ندريت معناها متوحد، نفس مونك يعني متوحد، مونو يعني وحيد، مونو يعني حاجة واحدة، مونو جنيس يعني وحيد الجنس، مونوجامي يعني الزواج الواحد، مونولوج يعني بيتكلم لوحده، غير ديالوج يعني اتنين مع بعض. فمن ادريت من مونو يعني متوحد، فالمونك بالفرنسية بيقولوا مون، ومونك بالانجليزي يعني متوحد، فكلمة رئيس متوحدين يعني رئيس رهبان، رئيس رهبان، بس احنا بنترجمها كده، لكن هي رئيس رهبان.
لأن طبعا المتوحدين مين اللي هيرأسهم؟ ده كل واحد في حاله. هي كلمة أرش من إدريت يعني رئيس رهبان أكتر من رئيس متوحدين، بس اتعودوا على إنه يقولوها كده. لكن السواح أشخاص يقعدوا عشرات السنوات لا يرى الواحد فيهم وجه إنسان، غير المتوحدين. أهم متوحد وجايز تزور ناس متوحدين وجايز تزور، لكن سائح يعني يمر عليه عشرات السنوات لا يرى وجه إنسان. واحد بيقول ليه الكتاب قال نسل المرأة يسحق رأس الحية ولم يقل نسل الرجل؟ عشان المرأة هي اللي بتولد، هذه المسألة. يعني اللي هيجي من نسلها، فإن قلنا إن النسل بيجي نتيجة رجل وامرأة، فبالنسبة للمسيح ما كانش فيه رجل، فيبقى أما تيجي من نسل المرأة يبقى التعبير أكثر دقة. بيقول علما بأن النسل في العهد القديم كان ينسب بالدرجة الأولى إلى الرجل وليس المرأة، لا بينسب للاثنين، لكن بالنسبة للمسيح يبقى لازم المرأة فقط. واحد بيقول متى ستكون قداستكم بتدشين كنيسة كذا؟ إن شاء الله أشوف لكم وقت. سؤال: هل للكاهن سلطة إيقاف أحد الخدام عن الخدمة لأنه يؤمن بفكر غير أرثوذكسي؟ من الممكن نشر هذا الفكر داخل الكنيسة؟ طبعا من سلطة الكاهن أن يوقفه إذا كان إيمانه غير سليم. آخر سؤال: واحد بيقول واحد بيتظلم من إيقافه، أبقى أشوفها له. حاضر. واحد بيقول ما معنى الآية اللي بتقول هلك شعبي لعدم المعرفة؟ في ناس بيقعوا في خطايا عن عدم معرفة، بيقولوا ذنبهم ايه؟ طبعا بيقول الكلام ده ربنا للرعاة، وبيوبخ الرعاة الذين لم يعلموا الشعب وتسببوا في هلاكهم. ولذلك احنا في صلاة الثلاث تقديسات بنطلب ربنا يغفر لنا الخطايا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، لأن اسمها خطية يعني خطية، اسمها خطية يعني خطية، لأن فيها كسر لوصية الله، فكل حاجة فيها كسر لوصية الله تعتبر خطية حتى لو فعلتها بدون معرفة. ولذلك تجد في سفر اللاويين كلام عن الخطايا التي فعلت اتعملت بسهو وصاحبها لم يكن يعرفها، بيقول فإذا أعلم بها يقدم ذبيحة عنها، يعني إذا عرفها يبتدي يقدم عنها توبة لله. زمان كانت فيه ذبائح، فهي خطية خطية. لكن مع كل هذا ربنا وضع في أعماق الناس الضمير، الضمير اللي يوريهم الخير ويميزوا بين الخير والشر ويعرف إن دي غلط حتى لو ما كانش في وصية مكتوبة أو تعليم من الناس. يعني يوسف الصديق لم يخطئ إلى المرأة وقال كيف أفعل هذا الشر العظيم، بينما لم تكن هناك في أيامه وصية مكتوبة أو شريعة مكتوبة تقول لا تزني، لكن كانت في ضميره. وقايين لما قتل أخاه هابيل ربنا قال له صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض، ملعون أنت من الأرض التي قبلت دم أخيك من يدك، فأعطى له عقوبة. ساعتها ما كانش فيه وصية بتقول لا تقتل، يعني الوصايا، أول وصايا اللي أعطيت لموسى النبي ما كانش موسى النبي اتولد، لكن في أعماق الإنسان في ضمير يقول له الحاجات دي. فعلى الرغم من أن الناس بيهلكوا من عدم المعرفة، لكن ربنا وضع معرفة في قلب كل إنسان. نكتفي بالأسئلة دي.
أتابع معكم تأملاتنا في قصة داود النبي. داود النبي كانت له مشاكل وضيقات ومذلة في أيام شاول الملك، ثم مات شاول وتخلص داود من هذه المشاكل التي كانت له مع شاول، لكن بقيت المشاكل نفسها. أحسن حد يفتكر إن في مصدر واحد للمشكلة، فإذا انتهى يبقى خلاص. لا، جايز يخلص من مشكلة يلاقي مشكلة أخرى، ويخلص من التانية يلاقي التالتة. والشيطان شاطر، لما يلاقي الإنسان اتخلص من مشكلة يجيب له غيرها وهو قاعد معاه، تفضل التجارب على طول. مع السيد المسيح التجارب اللي كانت على الجبل وخلصت، الثلاث تجارب اللي انتوا عارفينها دول اللي هم في آخر الأربعين المقدسة، بيقول الكتاب فتركه إلى حين، الشيطان تركه إلى حين ورجع له تاني وتالت ورابع بالمشاكل، ما خلصتش لغاية حتى على الصليب. لو كنت ابن الله انزل من على الصليب، هي كلمة من الشيطان على أفواه بعض الناس، لكن التجارب ماشية طول الحياة. تستريح من حاجة تلاقي غيرها. على رأي واحد بيقول لو كان هما واحدا لاحتملته، لكنه هم وثان وثالث كتير ورا بعض، المشاكل ما تنتهيش. المهم كيف يقابل الإنسان المشكلة، وكيف يحتملها، وكيف لا تضغط عليه المشكلة ولا تضيعه. فإذا كانت حياة داود كلها مشاكل، يبقى أنتم ما تزعلوش، أهو راجل قديس وبرضه بعد مشكلة شاول جت مشكلته مع قواد الجيش، مع ابنائر ومع يؤاب، وجت مشكلته مع أبشالوم، ومشكلة مع شعوب أخرى كانت تحاربه، ومشكلة مع شمعة نجيرة، مشاكل ومشاكل جوه نفسه. جاءت مشاكل لداود من جوه داود. كل ده هناخد بالنا منه. المهم اللي انا عايز اقوله النهاردة ان داود بعد مقتل شاول نصب ملكا في حبرون بواسطة سبط يهوذا، وجه ابنائر رئيس الجيش بتاع شاول اخذ واحد من اولاد شاول اسمه إشبشت، اسماء غريبة لكن معلش، ونصبه ملك على سبط بنيامين وملك على جبل افرايم وملك على كل اسرائيل، وبقى فيه ملكين داود وإشبشت. إشبوبشت هتعرفوه بعدين. الذي أريد أن أقوله هو نبل داود. أول ما جاء داود ملكا كان نبيلا إلى أبعد الحدود في كل ناحية، نبيل يعني. مات شاول فلم يفرح لموته،
فلم يفرح لموته، بل ان الشخص العماليري اللي جه يبشره بموت شاول وقال له وقع وكان مغمى عليه وانا دست عليه بالسيف لغايه ما مات، قال له كيف لم تخف ان تمد يدك لتهلك مسيح الرب، وامر بقتله، امر بقتل الواحد اللي خلص على شاول، وبكى على شاول ورثاه بطريقة مؤثرة جدا، وامتدح الصفات الطيبة التي كانت فيه هو وابن يونسان، وقال كيف سقط الجبابرة، لا تخبروا في جد ولا تبشروا في أسواق أشكلون لألا يفرحوا الأعداء، وقعد يمتدح فيه، بكى عليه، رثاه رثاء طيبا، عاقب الشخص الذي قتله وأمر بقتله ولم يشمت فيه. يعجبني داود النبي وتعجبني أيضا عيناه الممتلئتان بالدموع وقلبه الرقيق وبكاء المقدس. بكى على أعدائه، بكى على شاول، وإبناير رئيس الجيش اللي ولى واحد من أولاد شاول وعمله ملك، لما قتل إبناير بكاه داود. قائد الجيش اللي عمل ملك غير داود، نصب ملك آخر من أولاد شاول، لما قتل بكى عليه. كان قتلوا يؤاب ابن سراويه، وقال ايه داود، قال حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، ان الذي اخبرني قائلا هو ذا قد مات شاول وكان في عيني نفسه كمبشر، قبضت عليه وقتلته في سقلة. وأمر داود بقتل الاثنين اللي قتلوا عسائيل، وبكى على إبناير، ووصفه وصف لطيف جدا، قال ايه، فسمع داود بقتل إبناير اللي ولى رئيس الجيش اللي ولى ابن شاول ملك، فقال إني بريء أنا ومملكتي لدى الرب إلى الأبد من دم إبناير ابن نير، فليحل على رأس يؤاب وعلى كل بيت أبيه، ولا ينقطع من بيت يؤاب ذو سيل وأبرص وعاكز على عكاز وساقط بالسيف ويحتاج الخبز. وقال داود ليؤاب لجميع الشعب الذين معه، مزقوا ثيابكم وتنطقوا بالمسوح والطموا أمام إبناير. وكان داود الملك يمشي وراء النعش وكان يبكي، بيبكي على موت قائد الجيش اللي ولى واحد من أولاد شاول ملكا عوضا عنه. ورفع الملك صوته وبكى على قبر إبناير، وبكى جميع الشعب، ورث الملك إبناير. وقال ألا تعلمون أن رئيسا وعظيما سقط اليوم؟ والناس انبسطوا من داود الذي لا يشمت في موت أعدائه. إبناير كان عدو ليه وكان قائد جيش شاول وعين واحد من أولاد شاول ملك، لكن بكى عليه ورثاه ومشي ورا النعش بتاعه ولام قائد الجيش الذي قتله، بس كان لسه ما تقواش علشان
ياخد باله من يؤاب لسه بدري، كان لسه جديد وقوات الجيش شداد عليه. وبعدين ايه تاني؟ بكى على شاول وبكى على ابناير وبكى على ابشالوم اللي قاد ثورة ضده وانتهك حرمة قصره مع سراريه، بكى عليه وقال يا ابشالوم يا ابني، يا ابشالوم يا ابني، يا ليتني مت عوضا عنك. مع ان ابشالوم كان بيقود جيش ضده وخلاه يمشي حافي وتعبان في الارض. نبل داوود كان عظيما جدا في معاملته لاعدائه. احبوا اعداءكم التي ذكرت في العظة على الجبل في المسيحية من فم السيد المسيح، مارسها داود وأتقن هذه الفضيلة. وبعدين نلاحظ كلمة جميلة جدا، من الصعب ان تحصل من حد. بعد موت شاول شوفوا الكتاب بيقول ايه. وقال داود هل يوجد بعد احد قد بقي من بيت شاول فاصنع معه معروفا؟ في حد فاضل من بيت شاول عشان اصنع معه معروفا؟ قالوا له في ولد اعرج تعبان في رجليه اسمه مفيبوشت. قال لهم هاتولي مفيبوشت ده. مفيبوشت ده ابن يونسان. فجه لداود وخر على وجهه وسجد خايف. فقال داود يا مفيبوشت، قال له ها انا ذا عبدك. فقال له داود لا تخف، انا لازم اعمل معك معروف من اجل يونسان ابيك، وأرد لك كل حقول شاول أبيك وأنت تأكل خبزا على مائدتي دائما. فسجد مفيبوشت وقال من هو عبدك حتى تلتفت إلى كلب ميت مثلي؟ ودعا داود صيبة غلام شاول وقال له كل ما كان لشاول وكل بيته دفعته لابن سيدك فتشتغل له في الارض انت وبنوك. ومفيبوشت ياكل ما على مائدتي، خلاه يجي ياكل على مائدته واداله كل ممتلكات شاول. ليه؟ النبل اللي موجود عند داوود لا قضى على بيت شاول ولا أساء معاملة أولاده أو أحفاده، وإنما دور على كل اللي باقي من عيلته وقال أنا لازم أعمل معروف معاه. في حد تاني فاضل من بيت شاول أنا ما عملتش معاه معروف؟ داود صار ملكا وعمره 30 سنة، يعني كان صبي صغير لما رسم او مسح ملكا، وفضل قاعد تعبان اكتر من 15 سنة وبقى ملك عمره 30 سنة. وحكم بعد كده 40 سنة، 7 سنين حكمهم في حبرون في الأول، وبعدين نصبوه ملكا بعد 7 سنين على كل المملكة. إزاي؟ كان ابناير القائد من الأشرار لما يخبطوا في بعض يضيعوا بعض. كان ابناير القائد جاب إشبوبوشت وعملوا ملك.
وعملوا ملك. وبعد ما عملوا ملك وخلى الشعب يمشي وراه، رجع انقلب عليه علشان ابن ناير اخد احدى سراري شاول ليه، فوبخه إشبوشت. قال له انت بتوبخني وانا اللي عاملك ملك؟ زي ما عملتك ملك هطيرك. ايه بس الحكايه دي؟ وقلب الدنيا عليه مره تاني. صحيح لما واحد ياخد حاجه من مصدر غير مصادر ربنا ما تبقاش معاه. إشبوشت ما اخدش الملك من ربنا، زي شاول ما اخدش الملك برضا ربنا، عشان كده ربنا ما باركوش واتقلبوا على بعض. وجه ابن ناير يرد الحكايه لداود، لكن رئيس جيش داود قتل ابن ناير. داود يعني اتخلص من شاول واتخلص من ابن ناير، لكن لم يتخلص من نفسه. لم يتخلص من نفسه ازاي؟ قصته في زناه مع بالشبع امرأة أورية الحسي. داود الذي انتصر على جولياط ولم يقدر عليه جولياط، ولم يقدر عليه شاول، ولم يقدر عليه ابن ناير، ولم يقدر عليه يؤاب، ولم تقدر عليه الدول الأخرى التي كانت تعاديه والجيوش الأخرى، قدرت عليه هذه المرأة بالشبع. أو انهزم أمام نفسه قبل أن ينهزم أمام بالشبع، ودي كانت مأساة في حياة داود. مأساة في حياة داود. جات المأساة دي ازاي؟ داود زمان كان بيخرج للجيش وبيقاتل وعايش في جوه الميدان، وقبل كده كان بيهرب من برية لبرية، مش فاضي للشغلانات دي. لكن بعدين بقى يستريح ويقعد في قصره ويبعت قائد من القوات يحارب، وانت يا داود الجيش بيحارب وهو طالع فوق السطح يتمشى فوق السطح. يا خسارتك يا داود، سايب الجيش يحارب وهو عايش بقى في الرفاهية وفي الملك وفي العز. ودايما الرفاهية والعز ممكن تتعب الإنسان. الإنسان ما تتعبوش التجارب والضيقات، لكن تتعبه الرفاهية. داود لم يسقط في فترة مذلته بقدر ما سقط في فترة رفاهيته، وشاف المرأة وأخطأ إليها، القصة معروفة، وبدأ يدبر طريقة القتل زوجها، يعني زنى بيه وحملت منه، وبدأ يدبر طريقة لقتل زوجها، طريقة لا تتفق مع سمو داود ومع روحانيته، طريقة يخدع بها أورية لكي يشعروا ان النسل جاي منه. بلاش نخش في التفاصيل لان القصة معروفة. وبعد ما مات أورية الحسي اخذ بالشبع وتزوجها وصارت احدى نسائه. لم تقدر عليه الجيوش، لكن قدرت عليه الخطية. كل إنسان مهما كان روحياته ومركزه برضه ليه نقطة ضعف، الشيطان يمسك النقطة دي ويدوس عليه. زي اللي بيسأل على
من أخطأ في واحدة فقد أخطأ في كل، ما جايز خطية واحدة تضيع. المهم إن داود لم يحس بالخطية ولم يشعر بها، وبالنسبة له بدأت شيء طبيعي وماشي في دوره كأن شيئا لم يحدث. ربنا أول ما لقاه كده بعت له ناسان، بعت له ناسان ووبخه بحيلة. شوف يقول له ايه، ناسان قابل داود وقال له، واحد كان عنده نعجة واحدة صغيرة وكبرها وبتاكل من اكله وتشرب من كاسه الى اخره، وجه ضيف غني وعنده حاجات كتيرة فاخد النعجة بتاعت الرجل الفقير وعنده كتير، لان داود كان عنده 8 من النساء يعني. فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حي هو الرب، انه يقتل للرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولم يشفق. فقال له ناثان: أنت هو الرجل. ناس كتير يتحمسوا ضد أخطاء غيرهم لكن ينسوا أخطائهم هم، يكون نقدهم شديد جدا ضد خطأ الغير لكن ما يشوفوش أخطائهم الخاصة. يدور على القذى التي في عين أخيه وينسى الخشب اللي في عينه. فداود أول ما لقى حاجة زي كده قال: لا، يقتل هذا الرجل. قال له: لا، ده أنت هذا الرجل، أنت اللي عندك نساء كتير وشفت المرأة الوحيدة بتاعت الرجل ده وأخطأت إليه. وربنا وبخه قال له: ده أنا خدتك من ورا الغنم وانت عيل صغير وعملتك رئيس على الشعب، وما انت تخطئ هذا الخطأ اللي يجعل أعداء الله يشمتون. قال له: السيف لا يفارق بيتك ولا الخطية. وكان خطأ عوقب عليه داود، قال: أخطأت إلى الرب. قال له: والرب نقل عنك خطيئتك لا تموت. نقلها من حسابك إلى حساب المسيح، نقلها من فوق راسك إلى فوق راس المسيح. كلنا كغنم ضلال، ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميع. لما المسيح صلب كان حامل خطية داود وخطايا داود كلها وخطايانا نحن كلها. سمح ربنا ان داود يسقط، هو لا يريد السقوط لكن سمح، وكان هذا السقوط سبب بركة اخرى لداود. هذا السقوط كان نبعا من دموع بالنسبة لداود، كان سبب لعمق مزامير داود. على الأقل المزمور السادس والمزمور 50: يا رب لا تبكتني بغضبك ولا تؤدبني بسخطك، ارحمني يا رب فإني ضعيف، عظامي قد اضطربت ونفسي قد انزعجت جدا. في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي. من أي يعني لولا الخطية دي ما كانش جاله هذا الإنسحاق وهذه الدموع وهذه التوبة اللي موجودة في المزمور 50: انضح علي بزوفاك فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلك. داود لم تكن الخطية طبيعة فيه لكن كانت ضعفا يسقط فيه ويقوم بسرعة ويستيقظ ويبكي ويندم، كما كان مثالا
في انتصاره كذلك كان مثالا في انسحاب قلبه وفي دموعه وفي توبته. هذا هو داود يرنم على المزمور ويفرح قلبي بالرب، ويرنم في المزمور ويقول صارت دموعي لي طعاما نهارا وليلا. مزقت شرابي بالدموع، في كل ليلة أبلل فراشي. حياة الإنسان ليست كلها انتصارا وليست كلها بر وقداسة. ربنا أرانا في الكتاب البشر بطبيعتهم، فيهم الضعف وفيهم القوة، فيهم السقوط وفيهم القيام، فيهم القداسة وفيهم الخطية. لكن اللي من نوع داود كان البر هو طبعه الأساسي، والخطية كانت شيئا عارضا عليه. الخطاة اللي ضايعين، الخطية هي الوضع الأساسي، وجايز يكون في شيء من البر مؤقت. أخذ مزلة داخل نفسه، كانت المزلة أيام شاول مزلة من الخارج، لكن المزلة بعد السقوط بقت مزلة من الداخل من جوه. في سقط داود نفتكر الكلمة اللي قيلت عن إيليا النبي في يعقوب إصحاح 5، إيليا كان إنسانا تحت الآلام مثلنا، مع أنه أغلق السماء وفتحها كان إنسان تحت الآلام مثلنا. كل خطية نشوف اللي بعديه، مش واحد يقول أخطأ داود يبقى بقى لو احنا غلطنا نبقى بسيطة يعني. لا مش بسيطة. لما تفتكر خطية داود تفتكر انسحاق قلبه وتوبته وبكاء، تفتكر خطية بطرس تفتكر كيف بكى بكاء مرة، تفتكر خطية شمشون تفتكر معاها توبته، تفتكر خطية يعقوب لما خدع أباه تفتكر معاها حياته المليانة مرارة وتعب، تفتكر خطية آدم تفتكر معاها طرده من الجنة. مش تقول أكمن داود أخطأ يبقى بسيطة لما احنا نخطئ، لا، الخطية هي الخطية. داود أخطأ مع إن عنده نساء عديدات، ويوسف عفى عن الخطية ولم يكن متزوجا وقت ذاك. دي تورينا إن الحصانة الخارجية لا تكفي، لابد من نقاوة داخلية. على كل حكاية خطية داود في الزنا والقتل لم تكن هي الخطية الوحيدة، كانت خطيته أيضا قبل كده قبل ما ياخد الملك في مسألة غضبه ومحاولته أن يقتل نابال الكرملي. كان نابال راجل غني وعنده غنم كتير، وداود موجود في المنطقة وبيحرس، وجي ساعة ما جم الجزازين اللي بيجزوا الصوف بتاع الغنم بعت له قال له ابعت لنا حاجة ناكلها أنا والغلمان بتوعي. فنابال الكرملي قال لا، أنا أموالي أصرفها على ناس زي دول. فداود حمي بالغضب وقال هكذا يفعل الله بداود وهكذا يزيد إن أبقيت له حتى الصباح بائلا بحائط، يعني أخلص عليه. وخلاص استعد وقال لرجاله يلا ليتقلد كل واحد منكم سيفه، فتقلد كل واحد. الله
جرئية داود ساعة الغضب بقى، ما ساعة الغضب الواحد ما يعرفش عقله. سمعت أبي جايل بالقصة دي فقالت ألحق وأنقذ الموقف. معروفة القصة دي وإزاي هي ذهبت لداود وكلمته بطريقة علشان تضيع غضبه. بيقول لما رأت أبي جايل داود خدت له شوية هدايا كتيرة وخدت له أكل وتغذية وتموين وكله، وراحت ركبت على حمارة ليها وراحت لداود. لما رأت داود نزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض وسقطت عند قدميه وقالت له: علي أنا يا سيدي هذا الذنب، ودع أمتك تتكلم في أذنك. جاية تعمل شوية حاجات. أبي جايل دي كانت حكيمة جدا وعاقلة، يعني كتير قوي نتكلم على السيدات انهم جابوا لنا الخطية من ايام امنا حواء. لا، ده أبي جايل انقذت داود من الخطية. على فكرة بالمناسبة دي نهنئ الامهات في عيد الام. انا نسيت اقول لكم كل سنة وانتم طيبين. برضو أبي جايل كانت من الأمهات اللي خلفوا عيال لداود، كانت أما فاضلة، وراحت لداود استقبلته أولا بالهدية. أحيانا كثيرة الهدايا بتفك عقدة الخصام والتعب. يعني أي واحد تكون متضايق منك وتروح تقابله بهدية تلاقيه انكسر انكسر. فراحت مودياله الهدية والأكل والشرب اللي هو عايزه، وبعدين تقول له ايه؟ تقول له: والآن هذه البركة، شوف، والآن هذه البركة التي أتت بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي واصفح عن ذنب امتك. ايه دي؟ مش جايبه له اكل وتقول له انا جايبه لك اكل تاكل؟ لا، ده الاكل ده للعيال اللي بيمشي وراك، لخدامينك. والاكل ده جابته عبدتك لسيدي. ايه الكلام اللي يعني؟ بس مش بتقول له هديه، يعني رقه في الهديه، ده رقه في الاسلوب. انا عبدتك وانت سيدي، وانا بجيب الهدية دي للغلمان السائرين وراء سيدي. وتنزل عن الركوبة وتسجد الى الارض امامه وتقول له عبدتك. ما هي حاجة بيقول لك الجواب اللين يصرف الغضب. الكلمة الحلوة من ابي جايل كانت بتذيب القسوة اللي موجودة في قلب داود، قسوة الرجل اللي يقول انا هقتل ومش هخلي له ولا واحد لحد الصبح. ابتدى يذوب الجليد الذي على قلب داود. ومش بس كده، ابتدت تمدحه، تقول له: لأن الرب يصنع لسيدي بيتا، لأن سيدي يحارب حروب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك، وقد قام رجل ليطاردك ويطلب نفسك، ولكن نفس سيدي فلتكن محزومة في حزمة الحياة مع الرب إلهك، وأما أنفس أعدائك فليرمى بها كما من وسط كفة المقلاعة. أنت راجل بار، مفيش فيك أي خطية، وربنا هيعمل لك بيت و...
ونفسك محزومة في حزمة الحياة وأنفس عبيدك دول يترموا بره، إيه كل المديح ده؟ بتذيب الثلوج التي على قلبه، بتذيب القسوة التي في قلبه. بعد كده ده هينكسف من الكلام اللي بتقول، وربنا اختارك ويعمل لك بيت. بعد ما فرشت الفرشة الطيبة ابتدت تخش في توبيخه انه عايز يقتل نبال. حكايتك ايه بجاي؟ ما هو في اغراض. اول غرض تهدئ غضب داود، وتاني غرض تنقذ زوجها نبال، وتالت غرض توبخ داود على انه يريد انه يقتل وينتقم لنفسه. تلات اغراض، تهدئ غضبه دي واحد، توبخه لانه اراد ان يقتل، تالت حاجة تنقذ زوجها نبال. بعد ما قالت له الكلمتين دول قالت له: ويكون عندما يصنع الرب لسيدي حسب كل ما تكلم به من الخير من أجلك ويقيمك رئيسا على إسرائيل أنه لا تكون لك هذه مصدمة ومعثرة قلب لسيدي، إنك قد سفكت دما عفوا، أو إن سيدي قد انتقم لنفسه. لما ربنا ينصبك ملك ويفتح لك بيت ويبقى ساعتها ما يتعبكش ضميرك انك انتقمت لنفسك وانك سفكت دم. هنا التوبيخ باسلوب: واذا احسن الرب الى سيدي فلتذكر امتك. كويس ان تيجي التوبيخ بعد سلسلة من المديح. لما واحد يجي يوبخ على طول ويقابل واحد ياخده في وشه كده على طول جايز يخسره، لكن في الاول كلمة طيبة، كلمة رقيقة، كلمة مديح، كلمة عبدتك، كلمة سيدي، وبعد كده نحط كلمة التوبيخ. حتى مش توبيخ قالت له انت مخطئ، قالت له انا خايفة عليك ان ضميرك يتعبك، انا خايفة عليك ان ضميرك يتعبك. اعدائك دول ربنا هيخلصك منهم، لكن انت ضميرك هيتعبك بعدين. عشان كده داود قال لها: مباركة انت، ومبارك الله الذي ارسلك، ومبارك هو عقلك وحكمتك، لانك منعتيني عن اتيان الدماء ومنعتيني عن اني انتقم لنفسي. ونجحت أبيجايل في عملها هذا، أنقذت زوجها من القتل، وأنقذت داود من الخطية، من الغضب، ومن انتقامه لنفسه، وصلحت الموقف كله. وإيه تاني؟ لما مات نبال أخذها داود وصارت إحدى زوجاته. يعني داود ده كان بيته واسع وكبير بيضم ناس كتير. مش بس الاتنين دول في الايام دي، ده كانوا خدوا ميكال زوجته وادوها لواحد تاني ايام شاول الملك. فلما رجع للملك قال لهم: هاتولي مراتي ميكال اللي كانت بتاعتي. جابوها من عند زوجها، وزوجها بقى ماشي وراها يبكي، لكن ابنها قال له ارجع، فرجع وراحت ميكال لداود. طبعا زمان كان في تعدد زوجات في المسيحية، ما فيش دلوقتي، لكن على الرغم من هذا التعدد كان فيه مجال للخطأ. داود أخطأ بالنسبة لمحاولة قتل نبال، أخطأ بالنسبة لأوريا الحسي وزوجته بالشبع،
أيضا لما عد الشعب، أخطأ أيضا في الدم الكثير الذي سفكه. وبعدين ربنا قال له مش أنت اللي تبني الهيكل لأنك سفكت دما كثيرا. شوفوا ربنا اللي بيقول من أجل داود عبدي ما أقسمش الدولة في حياة سليمان، من أجل داود عبدي أسيب له سبط، وقعد يقول من أجل داود عبدي في نفس الوقت عاقب داود. يعني لا يمنع إطلاقا أن ربنا المحب جدا في بعض الأوقات لابد يعاقب، ويعاقب مين؟ يعاقب داود حبيب اللي فضل يحبه حتى بعد موته، وبقى يقول من أجل داود عبدي. عاقبه ازاي؟ مش وقته دلوقتي، اتفضلوا نصلي. محبة الله الآن ونعمة ابنه الوحيد وشركة